المشاريع اللي تشتغل حاليا في البلدية، عدة مشاريع في كثير من المجالات. عندنا مشاريع طرق، والمشاريع الطرق هذه مقسمة بين الطرق اللي خارج المخطط والطرق اللي هي داخل المخطط. نعرف أن اللي داخل المخطط هي من مسؤولية جهاز الإسكان والمرافق، واللي خارج المخطط اللي هي جهاز المواصلات والطرق والجسور. فعندنا مشاريع طرق للمناطق اللي هي الزراعية، وعندنا أيضا مشاريع داخل المخطط بالنسبة للطرق. أيضا عندنا مشاريع أخرى تتبع المراكز الإدارية، جهاز المراكز الإدارية، واللي هو ينفذ في مجموعة مدارس، حصلنا على عقود، مجموعة عقود من مدارس، بناء مدارس جديدة، بناء مدارس. وأيضا حاليا يتم التعاقد على إنشاء المستشفى اللي هو بوشوشة، هو تغيير مجمع العيادات المستوصف بوشوشة إلى مجمع عيادات، إن شاء الله بيبدأ في القريب العاجل. هذا مجمل عام يعني شن هي المشاريع، مع إضافة مشروع خط النهر اللي هو يهم بلدية تجورة.